أزمة في الكويت والسبب هي قرارات صادرة عن وزير التربية حامد العازمي متعلقة بامتحانات الثانوية العامة. القرارات التي تضمنت تدوير مديري المدارس إلى مدارس أخرى وحرمان الطالب من المواد كافة في حال ضبطه بمحضر غش. هذه القرارات رفعت باسم وزارة التربية إلى قائمة الأعلى تداولا في تويتر فضلا عن هاشتاج وزير التربية قرارك صائب. وفيهما انقسم الناس بين مؤيد لقرار الوزير ورافض له. ونشر كثيرون صورا من اعتصام نفذه طلاب وأولياء أمور أمام مكتب الوزير الذي شدد على أن لائحة الغش تتعقب مستخدمي الهواتف والسماعات وأجهزة الغش في لجان الاختبارات وأن أي قرار حرمان أو محضر غش يسجل على طالب بغير حق فما عليه سوى مراجعة الوزير شخصيا. جمعية المعلمين الكويتية انتقدت القرارات الجديدة ورفضت تدوير مديري المدارس الثانوية طبعا تحديدا، وأيضا طالبت الوزارة بوضع ثقتها الكاملة في مديري ومديرات المدارس دون الحاجة إلى التشكيك في نزاهتهم ودورهم ومكانتهم، وأنه لا وجود لأي مبررات منطقية أو موضوعية لهذا التدوير الذي ستكون له تداعيات سلبية واسعة بحد قولهم على مستوى تنفيذ الخطط المرسومة خلال فترة الاختبارات. عبر الهاتف من الكويت تنضم إلينا الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، أهلا بك معنا. وبدءا يعني نشكر تواجدك رغم ارتباطك بخطوبة إحدى بناتك، فالله يتمم لها إن شاء الله على كل خير. هل لنا أن نعرف لماذا هذه القرارات أغضبت المعلمين في الكويت؟ والله القرارات هذه ليست بجديدة، أولا مساكم الله بالخير. القرارات هي ليست جديدة، وقد كانت هي معمول فيها بالسابق في التربية منذ السنوات السابقة. هي عادت مرة ثانية، وهي نقصد فيها تشكيل اللجان واختيار رؤساء اللجان. هذه كانت معمولة فيها في أيامنا والسنوات اللي تلت فيما بعد، ثم تغيرت الآلية وعدنا مرة ثانية إلى هذه الآلية. الآلية هي ما هو إلا عمل تنظيمي فقط للجان سير الاختبارات. طيب أستاذة فاطمة، إيش اللي صار بعد هذا الاعتراض؟ وشفنا أيضا في بعض من أولياء الأمور والمعلمين حضروا عند الوزير، هل ما زال العمل بهذه القرارات؟ نعم، القرار بالنسبة لي اللي هو تشكيل اللجان واختيار رؤساء اللجان هي سلطة مطلقة لوزارة التربية وليس للطلاب. هذه قرارات إدارية لا يملكها طالب ولا تعني. أنت موجود في مدرستك وفي لجنتك، أي كان رئيس اللجنة فهو هذا لا يعني الطالب. طيب عشان نوضح الأمور أكثر أستاذة فاطمة، طيب عشان يمكن كثير يسمعون الآن من الطلاب، كيف يتم احتساب الغش في قاعات الاختبار؟ وهل يعني إذا تم رصد الطالب يغش أو شكك بأنه يغش، هل يعني أنه استبعد عن باقي الاختبارات؟ ما هي الإجراءات؟ لا أبدا، الإجراءات هي أول شيء. خلي أفيدك نقطة مهمة جدا، أن لو تم ضبط الطالب بأداء الغش سواء بالغش أو المحاولة، بشرط أن الأداء عنده في هذه الطالب يحرم الطالب من جميع المجالات، عدا ذلك لا. بس ما في مساحة وقت، يعني 24 ساعة بين الاختبار والاختبار الثاني، فإذا راح يروح يرجع يتشكل للوزير ويعترض عن قرار رصده في الغش. لا القرار بمجرد ما يتم الاعتراض عليه في حينه، قرارات الحرمان تعتمد في يومها ويبلغ فيها مدير واللي هو رئيس لجنة الاختبار اللي هو مدير المدرسة في نفس اليوم عشان يبلغ إذا كان يستمر في الاختبار القادم أو لا يستمر. نعم، إيقاف الطالب من عدمه. نعم. طب وإيش هي آليات الغش غير اللي ذكرناها؟ يعني الجوال، وجود السماعة، غيرها، هل النظر إلى ورقة أخرى؟ محاولة الغش مش يعني الآن أي تشكيك في هذا الأمر ترى لا ينظر فيه، وكان التأكيد على جميع مدراء عموم المناطق لأن هي السلطة التي تقوم باعتماد هذه المحاضر إن التأكد من إجراءات وصحة إجراءات اللي هي محاضر الغش. نعم، كانت لو كان هناك ذرة شك فنحن في نحن مع الطالب ولسنا ضد الطالب. هم عيالنا بالنهاية
ويهمنا مصلحة عيالنا بالنهاية. يعني لا نقبل بوجود أداة غش مع الطالب داخل اللجان. نعم، يعني نتمنى لهم أكيد كل التوفيق، خاصة أن الاختبارات راح تكون يوم الأحد. كانت معنا عبر الهاتف الوكيل المساعد للتعليم العام الأستاذة فاطمة الكندري، شكرا لك وألف مبروك من جديد.